بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الصوتيات هي طلائعيات شبيهة بالحيوان، تمثل طلائعيات شبيهة بالحيوان، طلائعيات شبيهة بالحيوان. ما هو الصوت؟ تعريف الأصوات، أعضاء حركة. هذه الأصوات صنف أعضاء حركة، أصوات بروز، نتو، طويل من الخلية ويعمل كعضو للحركة، عمل كعضو للحركة. تسمى الصوتيات، تستخدم صوتها على الحركة طريقة تغذية، طريقة التغذية. تعتبر هذه المخلوقات الصوتية واحد حر المعيشة، يعني تعتمد على نفسها، وحر عكس تطفل، وعكس التطفل، اثنين متطفلة تسبب أمراض. تطفل يعني تسبب أمراض. وأنواع عندنا نوعين، أنواع النوع الأول أنواع النوع الأول النوع الأول والنوع الثاني في الصوتيات، النوع الأول والنوع الثاني في الصوتيات. تريبانسوما الذي يسبب مرض النوم، تريبانسوما، تريبانسوما، ويسبب مرض النوم، تريبانسوما ويسبب مرض النوم الأمريكي، يسبب مرض النوم الأمريكي، وفي آخر يسبب مرض النوم الأفريقي. الأفريقي ينتقل عن طريق براز البق عبر الأغشية المخاطية، وينتقل إلى الدم والكبد والطحال. أماكن انتشاره، ينتشر في أمريكا الجنوبية والوسطى، والوسطى. تريبانسوما تسبب مرض النوم الأمريكي،
وده في الأمريكتين، ويضرب تتضاعف وتدخل في الدم والكبد والطحال، تعيش في الإنسان في الكبد والقلب والدم والقلب والطحال. الثاني اللي هو مرض النوم الأفريقي، ثاني يسبب تريبانسوما، مرض النوم الأفريقي، مرض النوم الأفريقي، وتنقله ذبابة التيسي تيسي. هذه ذبابة التيسي تيسي بتنقل مرض النوم الأفريقي، حيث تعيش طفيليات داخل جسمها، وعندما تلسع إنسان، هذه الصورة نلاحظها تلسع في إنسان في شعر باين، شعر تلسع في إنسان والمنطقة محمرة، أن الدم يتجمع وتمنع تجلطه. نعم. وأعراض المرض، أعراض المرض، مرض النوم، ارتفاع درجة الحرارة، حمى، نعم، التهاب الغدد الليمفاوية، التهاب الغدد الليمفاوية، وشلل الجهاز العصبي، شلل الجهاز العصبي. ينتشر في أفريقيا الاستوائية جنوب الجزيرة العربية، في مرض ناتج مرض النوم الأفريقي الغربي اللي هو تبعه، مرض النوم الأفريقي الغربي يعتبر امتداد لمرض النوم هذا، امتداد له. ده بالنسبة للصوتيات، بالنسبة للصوتيات، الصوتيات هناك مرض النوم عمل ملاحظة، يوجد مرض النوم الأفريقي الغربي. هذه أيضا من الذبابات الريديوفويد، من الذبابات التي تنقل هذه الأوليات أو الطلاعيات وتسبب بها بعض الحميات. وعارفين مكافحة هذا المرض بيعتمد على المبيدات الحشرية، المبيدات الحشرية واستعمال الناموسيات التي تمنع وصول العائلة الأول، سواء كان في الملاريا البلازموديوم أنسى الأنوفليس أو في ذبابة التيسي تيسي، ينام الإنسان تحتها حتى لا يصل العائلة الأول للعائلة الثاني وهو الإنسان، وتسبب له هذا المرض الخطير اللي هو في حتى الملاريا من الأمراض التي تسبب كثيرا من الوفيات وتعالج في أطوارها الأولى، لكن من الصعوبة بمكان أنها تأتي في الأطوار المتأخرة شوي. طيب،